حنا اش كنا كنديرو في سويسرا؟ تدوار وهاد المشطه هادي، عرفتي السلفات كي دايرين عند البنات تما، ما شاء الله تبارك الرحمن الله. يا رب يا رب يا رب يا رب تعطيهم شي عطا حنينة، ويا رب يا رب يا رب يا رب توصلوا مع الدعيوات، ويا رب تفكوا حيلهم، ويا رب تفرج عليهم في هذا النهار. يا رب يا رب يا سيدي يا رب دوك البنات كاملين اللي خليت قسما بالله لما قلبي، يا رب يا مولانا تفكوا حيلهم يا سيدي يا ربي، وتسهل عليهم تعطيهم شي عطا حنينة محنين ما ضرن بها حتى يجيو، عطاهم ربي شي عفو ملائكي ولا يا سيدي يا ربي يا مولانا يسهل عليهم يا ربي. تلمو كنتفكرهم كنفيق الصباح غتكون انانيه مني، ما بغيتش نبكي، غتكون انانيه مني الى 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 فقت و شتي سي فري كو خص الانسان ينسى، سي فري كو خص الانسان ما يفكرش في هذاك الشيء باسكو كيرجع لك كل الام، كيرجع لك كل شحال من حاجه خايبه. مي كنفكر فيهم كنقول دابا هاد الوقيته البنات اشنو كيديروا، عرفت هما شنو كيديروا هاد الوقيته، فهمتي يعني كل وقيته كل ساعه كنعرفوا ما شنو كيديروا، كل ساعه كنقول يا ربي يا ربي يا ربي، اقسم بالله كنقول يا ربي يا مولانا تعطيهم شي حنينه، باسكو انا فاش كنت فوسط منهم وكنت معاهم وداكشي حتى انا كانوا كيصلوني الدعاوي ديال الناس وكانوا البنات كيدعيو معايا وداكشي، فماشي انا يعني ماشي قطعت الواد ونشفو رجليا ولا خرجت وصافي نسيتهم ولا هذا، ودايو اللي عندها شي وحده كتعرفها باللي كاينه تما ولا شي خوها ولا شي اختها ولا شي وحده من لافامي ديالها ولا شي حاجه، فانا اقسم بالله العظيم كان ما عرفتش كيف نوصل لكم، قلبي معاهم، قلبي معاهم في راس العام، اقسم بالله في وسط راس العام، وانا كنت في لاسواغي وداكشي كنقول يا ربي يا سيدي يا ربي حتى دوك البنات هما يخرجوا حتى هما تعطيهم حياه اخرى جديده، وتا حتى هما يكونوا فهمتي يعني حتى هما يعيشوا حتى هما يستاهلوا. الانسان كيدير الذنب ما ناري ما كنت باغا نقول لك، الانسان كيدير الذنب فصاي قتلات ضربات شفرات اي حاجه اي غلط دارته، ف دابا ما كاينش اللي غادي يحس بدم الانسان كياخذو كنسمعو السبان، كاين اللي كتقول لك يا الحباسه، كاين اللي كتقول لك كل واحد اشنو كتقول لك، مي خاصكم تعرفوا بلي تما كاينين الناس طريفين، كاينين الناس زوينين، كاينين البنات انا شفتهم باقي انا كنهضر معاهم، كاينين البنات اللي انا بقات قلبي معاهم، كاينين بعض النوبات اللي كنكون كنبكي على شي وحده كنتفكرها مسكينه دوزت حياتها بغلط بسيط، غلط ما اش غنقول لكم، غلط باسكو كلنا كنغلطوا، كلنا عندنا علاش نغلطوا، كلنا كنديروا الاغلاط، حتى شي عند فينا ما مالك، كاينه اللي غلطات عندها 16 عام باقي كضرب 20 عام، كاينه اللي بزاف الحوايج ما عارفش كيفاش بغيت نشرح لكم، انه تمايا فاش كتدخلي انا سا شونجي بوكو بوكو د شوز فيا، انا الحمد لله ربي وشكرتك، من غير مظالم، من غير كاينين في السجن المظالم، من غير مظالم كاينين الناس اللي داروا ولكن ندموا ويستاهلوا فرصه اخرى في الحياه، الانسان يستاهل فرصه اخرى في الحياه. ما عمرنا ما نحكموا على شي واحد، الا كان ربي وكيرحم فما بالك العبد، الا كان الله سبحانه وتعالى وكيرحم، وانا ما كنهضرش حتى على اللي مظلومين، من غير اللي مظلومين كنهضر على الناس اللي دايرين ودخلوا وبقى فيهم الحال وتابوا وتصليو، كاين اللي ما تيصليوش بقلبها مضرور، كاين اللي والديها تيبكيو عليها ليل ونهار، كاين اللي خوتها، كاين تما ما نكذبش عليكم، تما كيبدل بزاف، وانسان تيخرج من تما تيخرج انسان اخر، انا خرجت انسان انا ديجا ما كنتش كنحقد اونكور بلوس دابا، فالانسان في الدنيا خصو يتعلم يسامح، لانه حنا غير عبد، حنا غير بشر،
حنا الا جينا نتبعوا نفس الاماره اللي بالسوء، حيت عندنا كاين انواع النفوس، كاين النفس اللي اماره بالسوء اللي كتخليك دائما كتحقدي وكتخليك دائما كتكوني خايبه ودائما ما كتبيش تسامحي ودائما ما كاينش لاش، ما كاينش لاش، باسكو حاجه وحده الله اللي كيغفر، والله الله الله سبحانه وتعالى كيغفر وكيسامح، فما بالك حنا يعني انا كنتمنى من قلبي، اقسم بالله كنتمنى من قلبي الفرج لدوك البنات. وكاينين عيالات كبار، كاينين عيالات كبار، خاصهم يعرفوا بلي كاينين عيالات عندهم 70 عام، كاينين عيالات عندهم 80 عام، كاينه المرأة اللي يعني الانسان، شوف الانسان كيكون تيدير غلط وكيوقع في الغلط وصافي، الانسان خصو يكون كيسامح. شتي اللي ما كيسامحش، نقول لكم واحد الحاجه، شتي اللي قلبه حجر، اقسم بالله ما غيكون سعيد في حياته، لانه الانسان ما عرفتش كي جي بيرديو لو مو اللي غادي نقول لكم. انا كانوا عندي شي صحاباتي تما، كانت عندي واحد السيده تما بدون ذكر الاسماء ديالها، كنت دائما كنمشي لعندها، مرا كبيره، مرا ايغاغ قتلات باغ ايغاغ انيرفي، كانت استاذه ربات اجيال 30 عام وهي كتقري في اجيال واجيال واجيال، سوغ ان كو ديت تخاصمت مع الفوازان ديالها قتلاتو دخلات مسكينه لا بلو لا تيت و مرضات شويه، سي نورمال غادي تمرض وكان ديما كنشدها وهي ما كتفهمش مع بزاف الناس ديما منين دخلت هي وانا عزيز عليها وديما كنقولها شوفي، كنقولها باسكو هي ما كانتش كيزورها حتى شي حد، ما كيجي عندها حتى شي حد، ما والو، اون بلوس مات لها ما وهي في الحبس، وهي مرا كبيره ديجا، هي دو باز مرا كبيره، وما مرا كبيره اكثر، وديما كنت كنمشي عندها وكنقول لها المهم، كنقول لها واش خصك شي حاجه، وكنت كنتسنى وهي ما كانتش كترضى، فريمون ما كانتش كترضى نهائيا، كترضى بحتى شي حد، كتاكل داكشي ديال تما وكتشرب داكشي ديال تما والله يحسن العوال، وإلى شي حد جاب لها شي حاجه هكا، يعني دوزات دابا 5 سنين، شي حد بحال هكا شي بنت عجبتها ولا شي حاجه، كتمشي عندها كتقول لها بحال هكا جيب لي بنيتي هادي ولا هادي، وكنت ديما وحق الله على راسي كنتسنى ديك المرض ديال عندي، باسكو هي مرضات شي شويه، ديما كنتسنى كنمشي لهدا كنقول لها عافاك الى 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 حيت بعد نوباتك، فاش تمشي عندك بعد نوبات كدير اون موفيز رياكسيون اللي كتشوكي الناس، يعني كاين اللي ما تقبلهاش، مي انا ما كتجيني بحال على قلبي، كنت فريمون كنت كنشوف تنقول ما نكذبش عليكم، كنقول صافي تخمي صافي بعد نوبات كتخاصمي مع الجار ديالك، بعد نوبات كتخاصمي ماشي اي حاجه، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، هي سوغ ان كو ديت انا بونياردي الراجل الفوازان ديالها مات فوالا، وكنت كنتسناها تجي تقول لي سكينة جيبي لي شي حاجة، كان هذاك هو نهار الفرحة ديالي، وأقسم بالله لأنه ما عندها حتى شي حد، وهذا باش تجي تقول ليك، وعرفت الكاركتر ديالها وسامع عليها، كنت كنفرح وكنت إلا جبت لها ديك الحاجة وشفتها لابسة كنمشي وكنجلس حداها إيتو، وكنبقى كندوي معاها كنقول لها المهمة، وهذا يعني دوزت دي تخوك مع ناس اللي تا هما يستاهلو فرصة في الحياة، بحكم العمر ديالها وبحكم العمر ديالها وبحكم كنقول الإنسان تنقول أي واحد يقدر يطيح، الله يجعل خرتنا خير من ولتنا، يا ربي آمين، لينا كاملين يا سيدي ربي، أي واحد كيشوف هذا اللايف، فهي من الناس الطيبين، يعني
هي كانت استاذه. الناس اللي طيبين وزوينين والله يسهل عليها يا ربي يا ربي تعطيها طحنينه ويسهل على البنات كاملين اللي كاينين تما ولا لي وصل لا العدو ولا انا متصالحه مع نفسي. وفاش وكي خرجت يعني كي خرجت انايا فاش خرجت ودرت اللايف الاول وكنقول انا مسامحه فانا مسامحه من قلبي يعني ما كنقولش ما كان ما كان ما كنقولش ما كنقولش هكاك غير هكاك يعني كنقولها من قلبي ويعني بكل عقل ديالي بالعقل كامله بالنضج ديال العقل ديالي كنقول الله يسامح لي وصل شي واحد لتما كما كان. كيوصلوني دي ميساج ما بغاونيش نبكي. فاللي بغيت نوصل لكم البنات هو تما يعني تما ما نبغيش على شي حد مري غير اللي ميساجات كتصيفطوا لي وهذا وكي بابورت مظلومه داكشي داز. ولكن انا قلبي مع دوك الناس انا ما عمرني ما غادي ننسى دوك البنات وما عمرني ما غادي نرمي داكشي من ورايا غادي نرمي ديك لا بيريود الخايبه. ولكن انا باغيه نتفكر دوك الناس لانه انا كنتسنى دائما تخرج شي وحده وتسول فيا حيت انا اللي عارفه علاش كنهضر انا كنسول. دابا انا ما يمكنش نعيط لهم يكون هما كيعيطوا كيسولوا في اختي وهذا وان شاء الله نقدر ندير معاهم داكشي اللي قد عليه ايتو. وكنتمنى يعني انا ما كنبغيش نبكي انا كنقول لكم ما كنبغيش نبكي وما كنبغيش ندير لي لايف اللي فيهم البكا وفيهم النكد. هذا ماشي نكد هذا سي هاد واحد لي سونتيمون اللي بغيت نشاركو معاكم اللي جا هكا فجاه جا وبغيت نشاركو معاكم. خاصكم تعرفوا هذا الموضوع هذا خاص الانسان يكون متصالح. فانا اتمنى اي واحد عندها مشكل هذا تصالحي حتى مع نفسك تصالحي مع الذات ديالك حبي نفسك حبي راسك حبي حيت كلشي فايت حيت بعد النوبات كتكوني انت ما تتكونيش. وفاش كنقولوا كتكوني انت ما تتكونيش فماشي غير روضة فكاينين الداخل مفقود والداخل مولود والداخل مفقود والخارج خارج الخارج مولود اكزاكتو. كاينين الناس اللي سمعت انا ديزيستو شفت ماشي سمعت كاينين ديزيستو تما اللي فاش كتشوفي كتقولي واو واو كوراج لهذوك الناس كوراج الناس مرة بصح لانه انستغرام شوفوا الانستغرام ماشي فيه كل حوايج وماشي فيه ماشي فيه ك انا مون كونط ما بغيش فيه كل حوايج وما بغيش فيه ك تبوزيق وما بغيش فيه كل حياه سعيده وما بغيش باغي مره من مره نرجعوا لبعضياتنا السطر فهمتوا. مره نتوما تقولوا لي عندك انا نقول لكم عندكم انسان محتاج مره ديك النغزه كما كنقولوا مره نغزوني نغزكم والحياة كتستمر والله يسهل.